مرحبا بكم في القناة، ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش تضغطوا على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم زي ما بتشوفوا احنا عندنا مجفف الشعر، احنا حنشوف هو ما بيشتغلش ليه. اول حاجة بنعملها لازم نقربه في الكهرباء عشان تشوفوا انه ما بيشتغل. زي ما حتشوفوا كده انا عملت في الكهرباء، انا بشغله في الانتربتور ده زي ما بتشوفوا هون في اون اوف، يعني هو دلوقتي مو شغال وما بيسخن وما بيعمل حاجة. دلوقتي لازم نفك المجفف الشعر ده وحرجع لكم تاني زي ما حتشوفوا كده ان شاء الله، حفكه وارجع لكم تاني ان شاء الله. زي ما بتشوفوا معايا دلوقتي احنا فكينا مجفف الشعر، احنا حنحاول نشوف الخيط هون زي ما يكون مفصل او اي حاجة. انا هحاول عشان يبان شوي هون وحوريكو عشان تشوفوا ان الخيط محترق زي ما انتو شايفين اهو، الخيط منفصل هون عشان كده ما بيوصل كهرباء اهو، زي ما انتو شايفين هون محترق هون ودايب زي ما انتو شايفين ومنفصل على بعضه اهو. يبقى الحل اني زي ما انتو شايفين دلوقتي اني المشكل بس هو في الخيط هون محروق ولازم نعدله، يبقى لازم نقصه تاني عشان نجيبه من الاول تاني، وحنقصه كده زي ما انتو شايفين بالملقط كده عشان نبدأ نجيبه من الأول زي ما حتشوفوا كده. هوريكو تاني المشكلة اللي فيه اهو، زي ما انتو شايفين الخيط منقطع هون زي ما انتو شايفين اهو، في مكان انقطع فيه زي ما انتو شايفين. حنحاول نفكه من الحتة دي عشان نشتغل كويس عشان يكون الخيط ما فيش اي انقطاع تاني. حنقص الطرفين دول عشان نجيب طرف جديد يكون احسن من ده اهو زي ما تشوفون، وحنحاول نفكهم عشان يبانوا الاسلاك بتاعه عشان حنعدلهم مرة تانية ونجيبهم مكانهم في المكان الصحيح. دلوقتي زي ما حتشوفوا كده احنا لازم حنستعمل اللحام او الكاوية عشان يلحمهم تاني من جديد عشان يوصل كهرباء كويس ويكون تمام التمام.
دلوقتي حنجيب اللحام عشان نلحمه في المكان بتاعه هون، وحنحتاج نجيب الكاوية واللحام زي ما انتو شايفين كده. حنحاول نعمر الخيطين دول بالمكاوية واللحام عشان نثبتهم في المكان بتاعهم. أهو أنا حاول عشان أوريك الطريقة بكل سهولة، إني زي ما انتو شفتوا كده إن الخيط هو السبب اللي كان عشان ما بيشتغلش مجفف الشعر ده. وحنحاول نثبته مكانه من جديد ونجيبه في مكانه إن شاء الله. تابع معايا بالتفصيل إن شاء الله. حنحاول نجيب ونرجعه في مكانه زي ما كان هون، وحنثبته في المكان ده إن شاء الله. أنا حاول أثبته وأرجع لك تاني. بعد ما ثبتنا الخيطين زي ما انتو شايفين في مكان الصحيح بتاعهم، زي ما تشوف باللحام والكاوية هون كل تمام التمام. دلوقتي الخيط مثبت مكانه. دلوقتي احنا لازم نقرب عشان نشوف النتيجة، ولازم نعمل الخيط زي ما انتو عارفين في الكهرباء. هنقرب دلوقتي ونشوف النتيجة. أنا هعمله في الكهرباء وهعمل التطبيق ده. زي ما انتو شايفين اهو اللمبة شغالة بس هي ضعيفة شوي. هنقيس اهو دلوقتي اني شغال وبيسخن اهو، بس اللمبة الكشاف ضعيف شوي عشان كده ما بيبان في الشاشة. بس الحرارة زي ما انتو شايفين حرارة السشوار بدأت بتعمل تمام التمام. دلوقتي السشوار خدام تمام التمام. حعمله دلوقتي حجمعه ان شاء الله وارجع لكم. وقت خلاص احنا جمعنا السشوار زي ما انتو شايفين، وزي ما عرفتوا ان السبب بس كان في الخيط انه كان متشوط زي ما قلنا زي ما محترق، عشان كده هو ما كان بيدوز كهرباء زي ما انتو شايفين اهو الخيط. واحنا دلوقتي عدلناه وصار بيشتغل. حنشوف تاني عشان نقرب اهو بيشتغل تمام التمام كويس. وزي ما شفتوا اللمبة شوية ناقصة في لمعة، بس السخونة زي ما انتو شايفين اهو بيشتغل كويس وبيعمل سخونة.
شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، ما تنسوش تعمل تعليق، وشكرا لكم وبالتوفيق والنجاح الدائم، وتحياتي للجميع، وشكرا لكم على كل التعليقات للفيديوهات السابقة، وبالتوفيق والنجاح الدائم، وشكرا لكم جميعا، تحياتي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.